هذا فيلم سينمائي بعنوان الشطاح، فكره ديال واقيلا كنظن ديال المرحوم حسن فوط الله يرحمه، ودابا كيقاد وقادها يوسف ايت منصور وايت الجاوي. فيلم زوين كوميدي. الشطاح هو واحد الشخصيه شعبيه في التراث المغربي، عمل زويوان. الدور ديالي انا هو حسن الشطاح، وغادي يتهرس في الفيلم، وخصهم يقلبوا على شطاح اخر، وخصو يدربوا في ظرف 3 ايام، لان غادي يمشيو غادي تجي اللجنه من النرويج. هذه القصه. الاجواء زوينه، يلا بدينا بهاد يومين هادي. الحمد لله حنا بدينا دابا في 2021، نسينا 2020، وحنا ان شاء الله حنا غاديين شويه الجديد ان شاء الله الاحسن. ايوا شتي يا اختي، قلت لك لا صور تقدم المرشح، دابا غنشوف مرشح غنمشي نتقدم للمرشح. فين وصراحة الله ما بينا ما علينا، كنا عابركين مجمعين، تدور لي امين الشافعي قال لي نتلاقى، وتلاقينا هضر لي على الفيلم، قال لي يعني حتى حنا يحس لينا الشرف انك تدوزي معنا في واحد الدور في واحد الفيلم سينمائي مغربي. حتى انا يعني جاتني فرصه ما يمكنش لي نفلتها، ونطلبوا من الله انه يكون كل شيء على احسن ما يرام. السلام عليكم. كما كتعرفوا ديجا جواد يعني واحد الانسان اللي نشيط في لي ريزو سوسيو، في الانستغرام، فيسبوك. جواد ديما كان تيدير لايفات يعني كيضحك بزاف الناس، وكنت ديجا قلت لكم انني عندي فيلم. تنشكر الاخ امين الشافعي، كذلك المخرج لطفي الجاوي. الاختيار ديالي اختيارهم ليا انا، وعطوني واحد الدور لشخصيتي، وان شاء الله تعجب الجمهور المغربي. هو صراحه لا شوف، كنت نتخيل شي حاجه صعيبه، ولكن يعني انا نقرات مسرح، فجيت قدام الكاميرا حسيت براسي بحال كنهضر نيت معاكم. يعني قد داك الدور طارق جواد القنانه، ما متسوقش الكاميرا، كان شويه ديال لوتراك فعلا، ولكن ملي بديت ما حسيت حتى شي حاجه. علاش اختاريت هذا الفيلم؟ لانه فيلم اللي il m'a touché. سميتو هذا الفيلم سميتو الشطاح لو دونسور. لو دونسور سي شي حاجه اللي زعما قريبه ليا، لان الناس اللي كيعرفوني فريمون كنت دونسوز قبل ما هذه نكون ممثله. اي ولو سوجي حساس، وفيه واحد الميساج اللي هو زوين، هي خصنا بعضياتنا ما نحكموش، ما نتعاطفوا بعضياتنا، واخا تكون كحل شينوي ديانه واحده اخرى، اولا كدير شي مهنه فنيه اللي مختلفه، لان واش الشطاح كيشطح بحالو بحال المراه، ما يكونش هذاك الحكم وهذاك. ولقيت بان هذا لو سوجي حساس وزوين، وكنلعب شنو كنلعب الام ديالهم، هذوك لي جون اللي عندهم طموح، هما باغيين غير يديروا شي حاجه اللي زوينه فنيه، وعندهم واحد الاساس واحد المبدا. الواحد قبل ما يقول شي حاجه ولا يحكم يكون عنده مبادئ، ويشوف الناس واش عندهم مبادئ. اذا بالنسبه ليا دور اللي فيه واحد الميساج، والميساج اللي زوين هو هذا اللي قلت لكم. وانا يا لعبه الام ديال هاد لي جون، يعني بالنسبه ليا عجبني، ومفتخره باني ندير هاد الدور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.